صندوق الوطني للضمان الاجتماعي ندوة صحفية. الهدف ديالها هو أن نعطيه واحد نقطة على تقدم ديال الأشغال في إطار مشروع ديال توسيع ديال التغطية الصحية. كما كتعرفوا هذا المشروع ديال التغطية الصحية هو كيدخل في نطاق واحد المشروع الملكي اللي هو أوسع، اللي كيهدف أن نعمموا الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين المغاربة. 2021-2022 كتهم التغطية الصحية، من بعد غادي يجيو التعويضات العائلية ابتداء من 2023، وفي 2025 ان شاء الله غادي يكون التعويض عن فقدان الشغل وكذلك يعني التعميم ديال المعاشات او التقاعد. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع جميع الفاعلين في يعني في هذا الميدان يعني اللي كيهمهم هذا المشروع ديال التوسيع ديال التغطيه الصحيه بذلوا يعني جميع المجهودات ديالهم لانجاح هذا الورش. هذا لحد الان يعني تم تسجيل ديال اكثر من 1.6 مليون ديال العمال غير الاجراء في اطار النظام ديال الضمان الاجتماعي، وبداوا فعلا واحد العدد منهم كيستافدوا من التعويضات عن المرض. الهدف ديالنا هو ان متى ماي نكونوا سالينا التعميم على جميع الاجراء العمال غير الاجراء، ومن بعد غادي نمروا للناس اللي كيستافدوا من النظام ديال الرميد باش حتى هما تكملوا النظام ديال التغطيه الصحيه. شكرا. Soit
travailleurs non salariés ou travailleurs salariés qui pouvaient déposer dorénavant leur dossier à nous, et c'est important. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.